رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج أمور جدية. نمشي والموجود مش موجود. بعد شوي باش نلعبوا لعبة الضفادع مع بلال. أغرب القضايا هذو من تونسي طلق مرته خاطر ريحة فمها خايبة. موجود ولا مش موجود؟ مش هذا التونسي بس كريم معلش مش موجود حتى نسينا ريحتهم باهية. علاش ديما التونسية السبان كان جات قورية واحنا عملنا عقدة من القورة بالفارغ راهم فما قورية تقسم بلا تقول سفشة بحذاك سفشة وي وي حاجة قليلة مش شنو تولي نسبة كبيرة برشا حاجة قليلة لا لا نحكي لكم على حكاية صارت يعني اي خذ كي حنسك لا مش موجود انت يمكن تنجم تكون ريحه فمها خايبه ما نتصورش طلقها يا ما تسبلها بحكي اخرى هو عرفت حق يا جماعه يا اخي بالعاني ضد بعضكم موجود مش موجود احنا كيف والله بزر وتسبلها على ريحه فمها اكثر لا 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 موجود وموجود برشا كيما امراه تنجم تطلق الراجل على خاطر الدجاج من فمه ريحه مش باهيه حاجه تقلق ياسر العشره تولي بيناتهم صعيبة كما العكس الحقيقة فرانشمون لا 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 مهمة ياسر الروايح يا يا ساعات يطلع بحذاك معاك واحد يقول متعشي ضبوط مثلا اي صحيح شنو هذا ضبوط غوريلا زي تولي العشرة العشرة فيوحة صراحة معاشرة المعاشرة معاشرة والمحادشة بس مخالشة بس مخالشة الموت يسعى المعاشرة نتصور صارت اما يتسبلها بحكايه اخرى فهمتني موجوده ولا شكون عليه مش امراه ما انا ما هي موجوده الحكايه لا اما تشكيل الراجل كيف يكون اي اي مش موجوده تلقاها صارت لكم حكايه هذه قالها لنا محامي في محكمه صارت ولا ما صارت صارت موجوده موجود سي بون وربح القضيه ولا مش بيها ما تعملش دونت فريز هي لا لا فما ريحه اقوى شو ما تلا شكون يا اخي ريحه مش كلمه الفم راه تنجم من المعده زاده ما تنجم تكون هي شيء سارق من السويد قدم قضيه بدار مشى يسرق فيها يا اخي تحصر الغادي عايط الحاكم وقدم قضيه اغرب القضايا موجود ولا مش موجود؟ وتحصر سامحني شنو سرقوا في الدو شمعة البهلول هذايا أنا سمعت مرة بالقانون حكى لي ولد حومتي معناها هو يقرا دروا ومركب روحه محامي معناها مازال بريمير أني والكل حسب ما حكى لي قال لي كي تشد معناها سارق تخت تشده في دارك تشد سارق مثلا حتى يدرى فاش يهز كي تشد وأنت في الدار وتكتفه سارق ولا تحصر عندك الحق باش تمشي تطلب الحاكم يحاسبك الحاكم اللي كنت قال لي أنت تشد عليه الحبس خاطر في دارك انت في دارك خاطر انت مثلا في دارك تقول على السلامة على السلامة بلا تقعد هكاك يا صاحبي اقعد هكاك انا جايك لحظة باش نطلب الحاكم هكا بلا تربطوا ولا تضربوا ولا ولا في القانون في القانون اذا كان يهرب لا لا اسمعي شوف القانون هكا يجيك سرق كل كتلة سامحني كل كتلة بالحاكم واحنا نجيبوها هكا مهمة في القانون كل كتلة بالحاكم احنا نجيبوها خرابت وتقول لك احنا سنين خدمة ترى الراي غالطة لا لا مش غالطة مش غالطة لا صحيح لا واحد يدخل باش يعتدي عليك هو يسرق جاي يعتدي على ما تركتوش بحبل شريت شريتك ما عندك سر دفاع عندك القانون ثغر فوز كلام صادق صحيح بحق القانون قوانين اما يعني اذا كان هو اللي يقول لك تشد سرق في الدار تقول اخويا حل الفريجدير تحلو الفريجدير ايش تشرب خويا؟ تسكر بعد في الفريجدير يقولوا نسيب نقصوا خويا اليوم عندك علاش هما ديما ينبروا علي القانون موجود يعني في عقلك سلاح ابيض سامحني وقت الدفاع عن النفس يلزمك دفاع عن النفس بالفصل الثاني الدكتور دفاع عن النفس فصل الاخر دفاع عن النفس بالوحدة بالوحدة خاطر معلش ما زالت الاحوال الشخصية معناها المتقلة معناها الملقنة والملقحة سنة 2008 فهمتني كان فما صادرة في الرائد الرسمي تتمثل في شجرة رمان تتمثل في 83 دستور يعني فما البند الاولاني فصل شكرا البند الاولاني اللي يقول لك اذا تشد سارق في وسط دارك بندق بندق فهمتني بالاول تنجم تكتفه اذا كتفته بحبل
تسال معناها تتحبس لازمك بخيت شريط فهمتي اللي تخيل سبيل والكل وكان عندك بنتك مغرومه بالكورد ولا حاجه كتفوا بالكورد ولا تنجم تغصوا بالبيبه نتاع خبز وتحصروا في الدار فهمت ولا تعلقوا في شريط هذا البند الاولاني البند الاخر فيه ثغره كبيره قال الزميل انك تجبد سكينه تجبد سكينه معناها لهنا ما عادش فيها معناها لا وقتك تجبد سكينه كمان دفاع عن النفس دفاع قانوني اسمع نحكي معك قانون لا انا نحكي معك سيدي اسمع اذا كان جبت سكينه يلزم اوتوماتيكمون تجبد معها مثلا كعب بطاطا باش كي فهمت تخلص في جو المقلي تو فسر لك حاجة أخرى مثلا لقد خليك مثلا راجل يبدأ ماشي مع مرته في الشارع يتبولدوا له على مرته مثلا نجم يتحرش مثلا بالكلام زايد على الأخر مثلا لين يحس روحه هو كل محقور يدافع مثلا يمشي يضرب ولا شكون اللي باصي في الاخر للراجل لا انت معناتها اي فما حاجات ما تنجمش تثبت خطرتي ما تنجمش تثبت هو يقول لك تخلص دارك يعني تخليه يهرب قولك الامن علاش موجود امشي اشكي بي اعطيني وصف وتنطلعوه فهمت مش تضربوا انت ان توكا احنا مره شدينا سارق في الدار قتلناه بالخابط مثلا وش كاين بكم ليه قتلناه تكسروا له ضلعتين في الدار ضربوه كان نساء الرجال ما ضربوش خرج يقوى ولا تكسروا الضلعه يلا شوفوا القضيه هذه محلاها تونسي عمره 90 سنه رفع قضيه طلاق بمرته اللي عمرها 85 سنه خاطر ولات عزوزه وما عادش لاهيه بيه ولات عزوزه وش ولا سشوار ما يحب جديد والله عمره هذاك يحشمه مستحيل ليه بابا تر كيف كبر ولا شنو كثرت عنده نحكي على حكايه اي حاله هو يحكيك على حاله في الجمهوريه كل فما واحد عمره 90 سنه عمل الفاز هذاك صورها موجود مستحيل 90 سنه يا اخي مستحيل مستحيل في عمر ذاك ما عادش لا لا بس فما انا نعرف شكون 90 سنه ويحب يعرف ما يقصدش حتى كي خلى طلاق ما يقصدش شنو شكون بس نعرف نعرف انا ما عادش انا جدي قدام مره حبي بحذا الكوليج بزنس هذا نعرف شكون موجود بس خيميته هو مزال انا مشيت للمستوصف هذه مش مستوصف المدرسه يسخيدها مستوصف لا يعمل روحه مشي هذه ماشي المستوصف ويمشي للليسي فهمت تقول يتفرج ماتش تنس اللي تمشي وصلها معروف بالحق خولة حتى الكبار عادي معناتها اي عادي يا اخي 90 سنة ما ماتش معناتها مازال عنده حقي مازال عنده حقي يعيش مازال حي مازال عنده عرق بالحق مازال نجم يعيش 20 سنة أخرين موجود 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 صارت الحكاية وصارت زادة في أمور جدية أقرب يا محسن يا محسن زيد أقرب عيات اغرب عيات بشير اغرب 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 زيد اغرب زيد اغرب زيد اغرب زيد اغرب يا حسن احسن احسن ايش بيك ايش بيك تعايتي ايش بيك تعايتي يا احسن تاني هنا اخي تعايتي الحسن حسن بن ابراهيم غاد هاني هنا هذيك انا ايش بيك تعايتي هاني هذيك هاني هذيك تعايتي الجيران كل انت هيك قولي لي تقوميني هيك غطيت النوم اخي شكونك انت؟ وعلى امي عاد تو كل مره هكا نفس المعبوك يا بنتي راجلك راجلك وش بك صغير؟ يا ما انا ماخذين بعضنا على حب بختة فهمتي ماخذين بعضنا على حب احنا فهمتني ايش بك انت قومتيني تو ايش بك تعيط ايش فما سارق ايش فما نسيت ما شربتش بوماط الكلاوي ذيك ولا ايش اسمه بوماط الكلاوي شرب حرام ايش الكلاوي ما شربت يا شحسن باهي باهي يا ربي وقتش توكل يا ربي وقتش توكل ولا تحملها احسن اسمع ماني شربت ركب ليا فمي ركب ليا فمي وعطيني خلنا نشرب دواي لنموت يا عزيزتي يا عزيزتي يا عزيزتي ماني شربتك البوماطه نتاع المعده ولا شنية هذه شديها وفمك ركب فم شديها حلي 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 كش حلي كل الفيم حلي وين اللوطاني؟ اللوطاني نسيته في القهوة طاحوا لي منه زوج سنين تو نركبهم لك بعد مرة جاي ونجيبهم أحسن اسمعني جيب دبوس السنتال أيوة إذن لي القروش متاع ركايبي القروش يوجع القروش نقعد بلا قروش يا اسم الله عليك عزيزتي أحسن اسم الله عليك يا روحي شنو قلت؟
يا روح تطلع لي راحي يزقوا ركب الماكينه حمل موت اسوي الماكينه اللي في وذنيك اسوي لاباري احسن 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 ادهن احسن ادهن لي ساقي ادهن لي ساقي اي ارتخ ارتخ احسن ارتخ احسن ارتخ اي جدار احسن جدار بين الصوابع بين الصوابع احسن بين الصوابع بين الصوابع مشيت ما خليت اسمع احسن احسن ايوه عندي موضوع كبير ياسر نحب نحكي فيه معاك نتفقوا فيه تو بالله مقوم نتفقوا باهي نتفقوا نتفقوا احسن قررت باش نعمل تاتواج حواجبي شنو تاتواج كيف البناوي تريت واحده مي معايا على الفيسبوك تاتو تاتو مهبول عيسى وشد قاعده تحواج جبت تاتواج اش بيني يا بابا استتواج لا بيني يا بابا من استتواج كيما البناوي هدي روحك عزيزتي هدي روحك بوتوكس وعملته مازال التاتواج مازال التاتواج لا تبارك الله عليك انت حتى حتى من غير بوتوكس برك تبارك الله عليك باهي اسمعيني راهو حكيت التطواج هذايا راهو هما المحل حوايجبك باهيين راهو ما حويت التطواج بلا منين مش تجيني انا الفلوس ما عنديش فلوس وغالي ياسر تتواج من قريب 70000 ولا قد ايه غالي انا منين مش تجيني غلت حتى والحوت غلا والغله غلت والخضره غلت كملي عمريني خلينا نعمل مظاهرة أنا تو يا بنتي قلت لك غلي 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 وأنا قاعد بطال بصراحة فديت أنا يا حبي فديت اقرب احسن شبيك علاه فديت انت فديت يا عزيزتي فديت كيفاش تفدوا احسن احسن كيفاش تفدوا عايشة بصراحة بصراحة قول لي بصراحة قول لي ماذا بيه تكتبي لي تكتبي لي الكشك اللي عندك هذاك في راس الناجي ولي باسمي خلينا ندور الزيرو فهمتني ونهزك وتعملي فواياج وعملي تطواج وعملي كل شيء. اخي باسمي انا هو الكشك هذا. مالا باسم بامي يا اخي مو كشك بتاعك انت هذاك ما تبغاش. نسيت ما قلتلكش انا احسن. اش بيه؟ ما كسروا البلديه الكشك. والله ديك تقوم بالتراكس دخلوا فيه بالتراكس قعدوا فيه زليستين. برك تحب تعيش تعمل مشروع فك زليستين. أنا أحسن أنا أحسن ومن أحسن أنا ما عادش كشك ما عادش عندي حد شيء قاعد عندي كده ما قعدني شيء قعدك يا الله معناه الكشك هذاك ما عادش متاعك معناها انا دفنت شبابي معاك حتى جرت الكشك اللي طمع فيه طلع مش بتاعك شفت وهدوه تعرفيش كيفاش؟ احسن اش باش تعمل؟ احسن اش باش تعمل؟ انزعي فرشي ايه نستنى في اللحظه هذي احسن 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 انزعي فلان احسن اخر مره نزعت في عام 67 وين؟ نزعت ها؟ وين نزعت؟ ايه وين؟ اخر مره عام 67 ونزعت للطبيب باش يعمل تصاور فهمت بر احسن بختر اني اول مره باش نعمل العام هذا ومش نتحمل مسؤوليتي بر احسن الوداع يا بختر احسن 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 ما تربحك احسن بس يا بختر بس يردك تلني بالرسم مالا هستير يا ست انا ضحكني بالرسم ما نجمش نقول حتى كلمه ضحكني بالرسم هو فيديو شادو كريستال حتى هو خمسك بخت هذايا نجيب لك السنتة ما عندي شيء ما عندش لا مش نورمال بارك الله كويت ربي يعطينا خيار الضحك ربي يعطيني خير تونسي شكيب راجل اخته خاطر ما فرحش بيه كي بات حداهم تونسي شكيب راجل اخته خاطر ما فرحش بيه كي بات حداهم هو كان يمشي للمركز ويقدم ويفرحوا بيه ويا ما تصورش شنو فرحش بيه 10000 شنو لا لا يا معاش يجيه بكل ياخذ في وقته شنو التهمه هذا هما تونس ولا والاخر كيفاش يتشد المرابيط يا معاش يجيه بكل
والله لحظه كان يعني تصور الاخر كان باش يتشد مرابيت الاخر انت شنو قاعد يقول لها طيب عزلت الاخر انت شبيك يقول ولاد غير تكون انت شبيك ولا ما فرحتش بنسيبي ولا تصور قدام الجوج يقولوا شنو قضيتك يقول له نسيبي ما فرحش بيا وكل هذا احنا ثلاثه كل هذا احنا كيف كيف والله ما احلاكم شكون حتى موجود متحدين موجود نافس فما نسيب وقت يجي يبدا ما يرجلك كبتك ما هذوكم يستاهلوا لا خاطيني انا ما دخلني ترمي في المعنى على نسيبك انا ما دخلني شيء ترمي في المعنى اسمع اسمع في الاخر نقول حاجه المدام نتاع بليل راهو يدور في القهوه ويحكي على اخوك ونسيبه وفهمت وجاء يوصل يحكيها في التلفزه ما تجيش معناها كريم تصديقا لقولك يحكي لي على نسيبه وانا شفتهم دار نسيبه ناس باهين ناس مطربين في الحبيه تايب البندق وفازين تصديقا لقولك كريم كريم تصديقا لقولك احكي لي حكايه شبه هكا انا يا عجبك انسبيري من الحكايه اللي بلي شكون هذا؟ مش انت حكيت لي عن سيدي قال لي نسيبي خمارتي ما يغسل الساقين هذه فماش منها راهو الحكايه دي مصريه شكيت براجلها خاطر بلوكيها على الفيسبوك موجود ولا مش موجود؟ اه موجود ولا مش موجود؟ طبعا ماهوش موجود هي انا فيديو خاطر موجود مصريه شكيت براجلها خاطر بلوكيها على الفيسبوك موجود لا يعطينا بخصيص المصارع من حقه يبلوكيها ما تنجمش تشكي به بالقانون بالفصل شنو وماذا تقول مجد الاحوال الشخصيه سي كريم من حق كل انسان ان يبلوكي انسانا اخر بالقانون معناها البند 38 المنقح فيه منقح عام قديم منقح عام 83 معناها عباد مش تلعب امور 213 40 من حقه لا بالحق طبعا فوق من حقه تبلوكي في ثغره خاطر كي يبدا الكونت بيراتي مش كيما الكونت 43 ويمشي مثلا على فما ديسيت يمشي فيهم طيب. الاخبار موجود واحنا ما دمنا نحكيو عن سيبو بلال جبدلنا المشاكل اللي يلقاهم يعني مع سيبو رحمه في احنا هكا باش تمشي لنا التونسي يطلب نسيبته ولا مرته ولا تطلب رجلها تقول له راه امي جاي باش تقعد حذانا شهر حسب رايكم كيفاش يجاوبوا التونسي عسلامة الناس الكل مرحبا بكم في احنا هكا اول حاجة حبيت نشكركم على تفاعلكم على الفيديو الجمعة اللي فاتت وموضوع الجمعة هذي باش يكون اخطر برشا من الجمعة اللي فاتت موضوع الجمعة هذي انك تكلم راجلك وانا مرتك وتقول له امي باش تجيب حذانا شهر شوف باش تكلم مرتك توا باش تقول لها راني راهي امي باش تجيب حذانا شهر وي الو ريم صباح والله راني في تونس كلمتني الوالدة توا قالت لي باش نجي نعدي ابوبري 20 جور شهر مرحبا امك هي امي نصح بها كلمتني ماما تعركت هي بابا باش تجي تقعد بحذايا شهر ويلسوب راهي باش تطول بحذانا مرحبا بها حتى كان حب اكثر من هكاك مرحبا بها امي توا طلبتني هاي جايه هي وجايه بحذانا يامات معناتها مده باهيه مش تقعد الشهر هكاك شويه هاي كلمتني ماما باش تجي تقعد بحذانا شهر راهي شهر اي تقعد حتى 10 سنين كان علي انا امي باش تجيب حذانا باش تقعد بحذانا شهر خالي تجيش وراي كيفاش؟ خالي تجيش وراي طلبتني امي توا قالت لي باش نجي نقعد بحذاك شهر شكون؟ امي امك؟ اي تقعد بحذاك شهر؟ اي علي باش كان في دم تبعث لي وبيت ما جاي بحذانا باش تقعد شهر وقتاش يا نعرف دون كيلكو جور هكايا دون دو تخوا جور معناتها شهر نتاعها جاي كان مع الكونجي تاعينا معناها إيه امي باش تجي راهو بحذانا شهر تقعد تقول لك هاو تروح لا 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 شهر شهر كامل هي شبيه ما تمشيش تحضر تقعد شهر طلبتني امي قالت تجي تقعد بحذانا شهر شهر؟ اي شهر شفاهم ما عندي ما ماكلتها ما عندي شنو ايه ما مصروف واحد تحكي بجدك تقلق تصور يفدلك لا يفدلك لا يفدلك لا يفدلك يفدلك لا يفدلك كيف الاخراني يفدلك داري يفدلك ولي قبله ولي قبله شو يفدلك يا هو شدهم في بالوش كاميرا هما قصوا الاولانيين بكل يعني اللي قالوا مرحبا بها كذا هذيك تونس راهو الاغلب اللي قالوا مرحبا بها الناس اللي عندها مشاكل مع حماواتهم ولا مع نسابهم هذيك الحقيقه تاع نسكن لايك فوالا وقت الكل جدا احلى وحده هو ضحكني على سي اس ال وقال له قداش تجي ثلاث ايام جات كان معاه الكل يلا باش نمشيو توا لسباق الضفادع بلال هل ينتقم من بلال انت مع شكون تحب ما نحبش مع الضفدع الكبير نحبها مع كريم مع كريم تربحوا مش ما نربحوا مش تربحوا مش بابنا تربحوا يلا نربحوا. بلال وكريم وبعد مسالش فوزي كبايه الزردي
المسابقة الأولى في تحدي الضفدع البشري كريم المعروف معناتها بنضباطه وبليل المساوي المعروف بالغشة. نخلطوا للخط الاخرين يا بليل سينو تخسر آليا. يلا باهي الي روتور الي روتور أربعة توب. أوه منافسة قوية. منافسة شديدة. بالنسبة لكريم جائزة الضفدع الذهبي، بلال جائزة المطهر. نمشي والمسابقة الثانية باش تكون أقوى. فوزي وبيا. كريم مبروك الانتصار اللي هو مش الأول في رصيدك. بالطبيعة جيبونا منافسين قويين. وبار سام السينس نلبس في صبات بابا نتحرك بيه في الدار. حاجه عارف. بليل كنت محضر روحي. اخي سامحني اخر مره ربحت يظهر لي من اللي كنت نوري بلون 2015 2014 لما ترينيت الجمعه الجايه نعملوك ديفي دجاج انت وسيدك. اي فوالا نرجعوا لديفي دجاج انا وصادق. عندنا منافسه قويه تستنى فينا. بيا وفوزي الي روتور الي روتور فوزي نخلطوا للخط يلا توب. بسم الله. هيا مرة أخرى. دوك الفائزة بالضفدع الذهبية بيا زردي. بليل كي ما فلحتش في حتى لعبة. هو السباق الضفادع نورمال تجيبوا ضفدع مش زغلالة معناها. هي راهي الزغلالة. في بالك الزغلالة تولي ضفدع وبعد تكبر تولي تمساح. هو بليل الزغلالة تولي شرغوف وبعد شرغوف. بليل هو قولوا فيه اللي تحب ما عندوش مشكل. عنده تو مشكلة وحيدة مأرقته عندها تو نص ساعة. هيك الزرقاء اللي زلقها هذيك. من بكري داخل الفايف. بليل الكاميرا تحية من سيبي من سيبتي. مرحبا بكم في كل وقت. بعد ما تاخذ شري مكحلة. عملوا دي فيه في النوم فماش ما يربح ولا. تونس بخير بليل المساوي. مرحبا بيك يا العادة روفر ومرحبا بالجمهور تاع العادة يلا. يا سيدي مرحبا بيك في كل ناحية عاد ملحق شوف جعفر ونذكر ستة متاع الصباح والقومين بكري. أي سيدي عملنا دورة على الفيسبوك والانستغرام باش نشوف إبداعات الفنانين والمشاهير التوانسة. كما نعرفوا الناس كل الفنانين كي يبداوا يغنيوا يتخمروا مع الغنية بتاعهم والتخمير هذيك يدخل في حالة أخرى احنا نسميوها يتسلطن. قولوا فنان يتسلطن مع الغنية ويدخل في حالة أخرى كما نشوفوا لهنا ماجد الرومي مثلا كيفاش تتسلطن مع الغنية نتاعها شو لهنيك حتى الملامح نتاع وجهها تتبدل تفرج كيفاش السيدة فيروز هذا شوفوها هي تتسلطن هذه لهنا في قمة الشيخة لهنا تسلطين والله بتلعب مع فيروز كريم متسلطنة بالبيت عندك حاجة ضدها تحسها مقلعة مش لحظة أما بالحق نجلة التونسية كي تتسلطن هاو كيفاش تولي ماهيش تسلطينة هذه سي بون بيلا تعليق كيما نعرفوا الناس والله حتى اللي وراها متسلطن بس هذه كيما نعرفوا الناس الكل
خير الصباح هذه دخول. انا ذكرني بك اللي عنده ثلاثة ايام ماكلاش ويقول لك هات ناتشا. زي كلاس ساندويتش كل. اي سيدي كيما نعرفوا الناس الكل اللي البلدية ساعات تعمل حملة على الكلاب السايبة. خاطر ينجموا يقدموا المواطنين. يبداو مسايبين في الشوارع كيك ينجموا يقدموا المواطنين. الجمعة الجاية البلدية باش تعمل حملة على بلال البيجي، خاطر هو ينجم يقدم كلب. تفرج. بلال البيجي اختار برشا. بلال البيجي بالحق يجوع لازم بعد عليه كل شيء. في العالم كامل زاد عندك الفنانين يلبسوا سلاسل. تحب وريق السلاسل والجو الفنان يلبس سلسلة هكا تبدا تعطي منظر مزيان، كيما كايني ويست لهنا يلبس سلاسل في أمريكا سلسلة هكا محترمة باهية مش خايبة، كيما اليود بانك زادة. ولا سلسلة تبدا تمثل الشخصية نتاعو. فما واحد ما فهمتوش شنو هي اللي لابسها بالحق. هيثم هلالي اللي لابسها هذه جات كل شيء إلا سلسلة. شو كيفاش؟ فما سلسلة ما فهمتش. تريبولات. والله بالحق. ليه ليه؟ بالكونتر الجمعة هذه تفضل. مريول بالتيكية. بلاكا بلاد نحسك لا هو جاش يعمل كوش سلسله لنسيبك باش يرضى عليك هاي بعد اللي عملته معاه الجمعه هذه ثم تصويره تدور على الانترنت. تصويره عنوانها ايمان الشريف مع وليد الزين. انا كريت تصويره ما عرفتش شكون ايمان الشريف وانا هو وليد الزين. شوفوا مع بعضنا. ايمان جاتني محلاه بالسوريه البيضاء. اه لا هذيك وليد. اوتوكا مرام بن عزيزه. مرام بن عزيزه تعمل ياسر تبدل اللوك والجو والفازات. لقيت لها تصويره فيها اللوك هي عامله لوك زعما بتاع عربي هكا وشم وكذا. شوفوا اللوك بتاع مرام. فوالا هي لهنا حبت تخرج هكا تشبه لك زعما الانسان تاع قبل والريق والدنيا. الجازيه صحيت خرجت تشبه الفنانه الجزائريه. ها هي حدا أعكي لقبها سبب زين القصرينية بتاعت زين. بلال إيش بلال ساعة ويعمل في عركة مع جيل كامل. بلال اللي تعد عليك مش سهل. سلام على الاخر. نخلي لك كلمه الختام. شنو تحب تقول باش ترضي الناس اللي غششتهم اليوم الكل؟ والله ايش باش نقول كيف؟ راس الشهر هذه مليون. لا والله ايش باش نقول بالحق معناها نسيبي ما عندي معها حتى مشكله. خويا ما عندي متواصله. نرجع لكم بعد الفصل.